قبل اللغات، قبل كل إشي. مش مجرد أغاني، يعني هي ثقافة كاملة. بلشنا نفهم إيش يعني هيب هوب ثقافة. إشي رائع والإشي كتير إنسبايرينج، الإشي كتير قوي، في حركة كتير حلوة، كتير حرة. بحب أكون فنان من فلسطين، مش فلسطيني فنان. وممكن تخليها نفهمه بالضبط ايش انت عم تحاول تقول، حتى من غير ما تحط كلمات بالموضوع. بنوثق يومنا، بنوثق مشاعرنا، بنوثق احلامنا بالاغاني. بنطرح زوايا مجتمعيه كثيره، مشاكل، شعور، كثير امور ممكن نطرحها من خلال الموسيقى. بحس حالي كثير جوعانه لاشي الترناتيف جديد اللي بحكي باللغه تاعتي بالعربي من اول وجديد. هيك ام كونستنتلي شوكت قد في موسيقى. موسيقى كثير منيحه وموسيقى كثير مختلفه عن بعضها. احنا عم نطلع من تحت الارض لوجه الارض. هاي حسب رايي اهميه الموسيقى، انه من غيرها احنا مش عنا اشي، من غيرها احنا مش عايشين، واذا بتستخدمها صح انت بتقدر تعمل كل اشي.